في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو محافظة إدلب بمزيد من الحذر والتخوف على مصيرها من تهديدات ميليشيا النظام والميليشيات المساندة لها، بالإضافة لاتهامات روسية في أكثر من مناسبة للفصائل الموجودة في إدلب. هذه الاتهامات فسرها الكثيرون بأنها عملية لجس النبض الدولي لمعرفة ردة الفعل حول إذا ما كانت روسيا ومن خلفها النظام يفكرون بشن عمل عسكري في إدلب، وخصوصا أن التهم والشماعات التي تحاول روسيا جاهدة التعلق بها لشن حربها ضد الشعب السوري تكاد لا تكون موجودة في إدلب. نحن أمة استخلاف. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة يطفو فجأة تنظيم يعرف نفسه باسم حزب التحرير لولاية سوريا، ويهتف أنصاره في مظاهرات عديدة يطالبون بالخلافة على غرار من سبقهم كتنظيم داعش الذي ظهر في وقت كادت أن ترجح فيه كفة الثورة ضد نظام الأسد، وساهم بشرعنة تدخل دولي أتاح للنظام فرصة استرجاع معظم المناطق التي كانت بأيدي الفصائل المقاتلة. حزب التحرير المحظور في معظم الدول العربية يعرف عنه بأنه يسعى لإقامة الخلافة الإسلامية بالطرق السياسية، رافضا أن يكون له جناح عسكري لتحقيق أفكاره حسب ما جاء في أدبياته. كما أن الحزب هذا يرى من الأرض السورية تربة خصبة لإقامة خلافته المزعومة، وهو ما يتضح من خلال شعاراته التي بدأت بشمس الخلافة تشرق من جديد وقد لا تنتهي بالخلافة للحزب لا لغيره. إلي أيها الناس. تصدر الحزب للمشهد بات مصدر قلق في قلوب السوريين حول نواياه أولا وحول الغاية من ظهوره في هذا الوقت تحديدا، إضافة لاحتمالات وسيناريوهات عديدة قد يفرضها وجود الحزب وتصب نتائجها في مصلحة النظام كما حصل في السابق. قولوا للمجتمعين في أسدانا وفي الإدارة المدنية ماذا تريدون؟